اني ما مسجله مغادره هسه اقول بلكي الله يجون اطفالي واطلع انا وحده انا وياهم. اي ارجع على هيت وعلى بيتي، اروح بيت اهلي هناك عمامي وخوالي. الأمن القومي لديهم فرق جوالة من أجل أخذ استبيانات وكيفية معالجة تلك الأفكار الموجودة، وهل لديهم أفكار أخرى مخالطة؟ فكان هناك مجموعة من باحثين مختصين في الدعم النفسي. أولادي يروحون على المدرسة الحكومية ويدرسون اليوم باشر، البارحة باشرت الامتحانات الحمد لله، يعني الحمد لله هنا وضعنا كويس. إيه بس يعني إذا يجون أطفالي وأطلع مغادرة بعد أحسن وأحسن.